أصدرت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ نشرتها اليومية حول الخسائر التي سببتها الأمطار والسيول. ففي ولاية الحوض الشرقي تم تسجيل سقوط 32 عريشاً بقرية الطوبات التابعة لمقاطعة مبيكة الأحواش. وفي ولاية الحوض الغربي بلدية عين فربة التابعة لمقاطعة الطينطان تعرضت 113 أسرة لأضرار جراء الأمطار والعواصف، كما لحقت خسائر بنحو 132 عريشا. أما على مستوى مقاطعة العيون وفي بلدية كجرت قرية الصفة تحديدا تضررت 21 عريشا، كما تضرر 21 مسكنا بقرية أجني البهجة في بلدية أم الحياض. وفي ولاية الأعصاب مقاطعة كنكوصة بلدية ساني قرية كوي فقد تضررت ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بالبئر الارتوازية، بينما سقطت 8 أعرشة بقرية سوربلي. وفي قرية زويرة تم تسجيل سقوط 14 عريشا، كما سقطت 3 أعرشة بقرية عرير. وفي قرية يورا سقطت 4 أعرشة. وفي قرية مكة تم تسجيل سقوط 13 عريشا. أما في بلدية كونكوسا قرية الطلحية فقد تم تسجيل سقوط 5 أعرشة وعرش واحد في قرية حي المقيطع، وسقوط 3 أعرشة في قرية ورنجل أهل المعلوم ببلدية كنكوصة. وفي ولاية تجانت سجلت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ سقوط أحد المنازل دون أضرار بشرية بقرية لتفتار التابعة لبلدية السدود في مقاطعة المجرية. في كل القرى والبلدات التي سجلت فيها الأضرار تقوم السلطات الإدارية على مختلف مستوياتها بالمعاينة وجرد وإحصاء الأضرار لعمل ما يلزم.